بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في البداية أبارك لكم قدوم هذا الشهر المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير واليمن والبركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني، كيف نستقبل هذا الشهر؟ هذا سؤال ينبغي أن يطرحه كل إنسان على نفسه. كيف نستقبل هذا الشهر الكريم؟ هذا الشهر، شهر رمضان، لا يخفى فضله على أحد، لا يخفى فضله على أحد من الناس، مؤمنهم وكافرهم، يعني الكل يعرف فضله والكل يستعد له، إلا أن الاستعداد له يختلف بين المسلم وغير المسلم. فالمسلم يستعد له من أجل أن يقضي فيه أوقات الطاعة وأن يغتنم فيه الفرص، فرص العمر، لكن غير المسلم وغير المؤمن يستعد له لأن يهدم لك هذا المشروع، نهدم للمسلم هذا المشروع وغير ذلك. فكيف يمكن أن نستقبل هذا الشهر؟ نتكلم في هذه الدقائق المعدودة في يعني عن نقطة واحدة التي يمكن أن نستقبل بها هذا الشهر الكريم، وهي مسألة القلب. فكل واحد منا خبير بنفسه وخبير بقلبه طبعا. ماذا يحمل في قلبه؟ كيف هو قلبه؟ وهذا القلب هو محرك الجسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإذا كان هذا القلب عليلا مريضا، من يعني مملوء بأمراض القلوب، أمراض القلوب من أخطر الأمراض، من أخطر الأمراض أمراض القلوب. وأمراض القلوب لا نتكلم عن الأمراض العضوية، ولكن الأمراض المعنوية من غل وحقد وحسد وكره وبغض وغير ذلك من الأمراض التي تعتري هذا القلب، أي التي تتعلق بهذا القلب. فلا بد للإنسان أن يقوم بعلاج هذا المرض، لا بد، قبل استقبال هذا الشهر. لماذا؟ حتى يؤثر، لأننا يعني هذا الشهر كأنه يعني دواء للقلوب. والدواء، الطبيب مثلا، ولله المثل الأعلى، إذا ذهب إليه عنده المريض لا بد في البداية أن يزيل المكروب إذا كان موجود، حتى يؤثر الدواء يعني في هذا المريض. كذلك علماء التربية يقولون لا بد من التخلية قبل التحلية. كيف؟ لا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد أن من تنظيف هذا القلب وإخلائه من وخلوه من الأمراض قبل تحليته بالطاعة وملئه بالطاعة. فإذا كان مثلا عندنا إناء فيه شيء لا يصلح مثلا للأكل ولا للشرب، وأردنا أن نملأ هذا الإناء بالعسل مثلا، كما سبق وأن ذكرت، كما أن الإناء فيه مثلا بترول، غازوال، أو شيء من المحروقات، وأردنا أن نملأ، يعني بغينا نعمرو هذا الإناء بالعسل، فإذا ما غسلناش هذا الإناء وملأناه بالعسل، هل العسل يصير صالحا؟ لا، لا يمكن. ولذلك هكذا هي الطاعة مع القلب، لا بد من تنظيف القلب عفوا قبل ملئه بالطاعة، قبل ملئه بالطاعة، حتى تؤثر هذه الطاعة في هذا القلب. أما إذا كان مغلف هذا القلب، مغلف بالمعاصي، مغلف بالأمراض، مغلف بما يمكن أن يتعلق به، ولم نزل له هذا الغلاف وهذه الأمراض، لا يمكن أن تؤثر فيه هذه الطاعة أو هذا الصيام أو القيام أو غير ذلك، لأن هذا القلب والعياذ بالله كأنه مختوم عليه، كأنه يعني ختم أو طبع عليه والعياذ بالله. فلا بد، هذه وصية لي أولا وتذكير لي ولكم أيها المباركون،
بأن ننظف قلوبنا من جميع الأمراض، من جميع الأمراض. فإذا كان الإنسان بينه وبين جاره على سبيل المثال، بينه وبين جاره أو جيرانه يعني عداوة أو شحناء أو خصومة أو غير ذلك، و يعني وصل هذا الشهر ولم يعني يقوم بعلاج هذا المرض، فكيف سيؤثر فيه الصيام؟ وإذا كان مثلا بينه وبين أصدقائه أو إخوانه أو أحد من الناس خصومة أو مشاحات أو مشاحنة أو غير ذلك، كيف سيؤثر هذا الصيام؟ إذا حتى لا يذهب عملنا هذا سدى ويذهب ويضيع وتضيع منا الفرصة، فهذه الفرصة لا تعود. فرمضان كثير من الناس كان يرجو أن يبلغه الله رمضان، لكن حال بينه وبين ذلك قضاء الله وقدره. فنحن ولله الحمد والمنة، امتن علينا ربنا سبحانه وتعالى بأن بلغنا هذا الشهر الكريم، فلا بد أن نغتنمه، فلا بد أن نبدأ بهذه النقطة، غسل القلوب. غسل القلوب لا بد، لأن هذا القلب لا يحمل ضدين أبدا، لا يتسع إلى الضدين، ولكنه يتسع إلى أمر واحد، إما يحمل الطاعة وإما يحمل المعصية، إما يحمل الحب وإما يحمل الكره، إما يحمل الإيمان وإما يحمل الكفر والعياذ بالله، إما يحمل الأمانة وإما يحمل الخيانة. وهذا كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، وسماها بعض العلماء سورة يعني سورة الأحزاب، هي السورة التي ذكر الله عز وجل فيها القلب كثيرا، يعني ذكره مفردا ومثنى وجمعا، مذكرا مضاف إلى المذكر ومضاف إلى المؤنث. قال الله عز وجل في هذه السورة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لرجل ولا امرأة طبعا، لرجل من قلبين في جوفه. إذا كان ما جعلوش الله عز وجل قلبين في جوفه، جعل له قلبا واحد، فهذا القلب يتسع لأمر. أما القلب حينما اتسع لأمرين، أو يعني صاحبه يعني توهم أنه يتسع لأمرين، وصف الله عز وجل صاحبه بالنفاق والعياذ بالله، وصف الله قلوب المنافقين بأن فيها المرض، فيها مرض في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن فالمسلم لا يليق به، والمسلمة كذلك لا يليق بالمسلمين عموما، أن يكون في قلوبهم هذه الأمراض وهم في شهر الرحمة والغفران أبدا، فلا بد من تطهير القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.